Pero si tengo que decir uno, me quedo con Artur, que me sorprendió. La verdad que muy parecido al estilo de juego de Xavi, el de querer siempre la pelota, el de jugar cortito, el no perderla, saber que se la da y no la pierde. يجب أن نبدأ من الآن الحديث عن أرثور ميلو اللاعب البرازيلي لفريق برشلونة. لاعب جاء اليوم دخل غدوة أساسي، جاء اليوم إلى برشلونة دخل بكرة أساسي وصار العمود الفقري في تشكيلة فريق برشلونة. مناقة وبراعة وخفة وسرعة ورشاقة بالنسبة لأرثور، طبعا بعد سنة بعد سنتين أكيد يصبح هو العمود الفقري لفريق برشلونة. أعطي له الكرة وما تخافش أرثور، أعطيها له حتى في على خط المرمى يعني، ما تخاف عليه. بالله عليكم، أليس هذا هو تشافي في بداياته في أيامه الأولى؟ With the